علم النفس في خدمة المجتمع. الدكتور علي أبو فاضل الغني يعني التعريف كما أشار زميلي الأستاذ محمد خطاط. السادة أعضاء لجنة التحضير لتأسيس فرع تالا لعلم النفس في خدمة المجتمع. مكونات المختلف مكونات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، الحضور الكريم، تحية ثقافية. في كلمة مقتضبة سنتحدث عن مسيرة كيف تناولنا موضوع تأسيس جمعية علم النفس في خدمة المجتمع والتي اشتغلنا عليها كلجنة تحضيرية مدة تناهز 3 أشهر، أي منذ عطلة نهاية الدور الأول من السنة الدراسية 2010-2011. هذه الجمعية الوطنية التي تأسست بفضل أو بإعاز مجموعة من الأساتذة والطلبة والمهتمين بمجال علم النفس، تأسست منذ سنة 2008 أو بالضبط أو على الأصح في أواخر في شهر 12/2007 على ما أعتقد. طبعا كان الدافع وراء تأسيس هذه الجمعية هو أن لا تبقى البحوث الأكاديمية والمعرفية في رفوف الجامعات، بل اقتضى الأمر أو اقتضت الضرورة يعني استثمارها واستثمار المكتسبات المعرفية والبحوث الجامعية استثمارها لخدمة المجتمع. طبعا سيتناول بالتفصيل الأستاذ الدكتور علي أبو فار هذا الجانب بشكل أعتقد مستفيض. فقط أشير إلى أن تصورنا للموضوع أو تصورنا لتأسيس لهذا المكون الذي سيندرج ضمن مكونات المجتمع المدني سترتكز أساسا أنشطته في تنظيم دورات تكوينية وتواصلية، طبعا مركزين بدءا على الجانب التطبيقي أو الميداني التي ستتجلى أساسا في الدورات والاختبارات النفسية، طبعا دون أن نغفل مستقبلا يعني تطرق الجانب النظري لما يحمله هذا الجانب من جهاز المفاهيم الضخم، حتى نتمكن مستقبلا من تناول يعني الإشكاليات التي تعج في المجتمع، من نتمكن من التحدث يعني على الأقل بلغة واحدة وموحدة. وطبعا سوف لن يفوتنا الأمر إلى الحديث عن الاتجاه السيكولوجي المعاصر في علم النفس، وأذكر هنا بالتحديد الاتجاه المعرفي. هذا الاتجاه الذي أصبح مهيمنا على الأقل أو اكتسح ميدان علم النفس يعني منذ العقود الأخيرة من منتصف القرن الماضي، والتطرق كذلك سنحاول من خلال هذه المكونة الجمعية المولود في بلدة تالا سنحاول التطرق إلى مجموعة من الجوانب التطبيقية منها والنظرية من خلال ندوات ودورات باعتماد طبعا على مقررات سيكولوجية حديثة وباعتماد أيضا على ما ذكر أعتقد الدكتور من كتابات موجودة المطرح في هذا المجال على ما ذكرت في مجال المعقد وحول الجدار والذهن والكتابة في هذا الموضوع سواء في المواقع الإلكترونية أو في الكتب موجودة بأخرى. أشار ما بين أو الاتجاه المعرفي أشار إلى أن هذه المقررة تستمر في مجموعة من الأنشطة التقنية وآليات الشغل على متغيرات ثلاثة.
المغرب، بينما المرتكز الثاني هو الامريكي، اما المرتكز الثاني فهو تطبيق. فيتجلى المرتكز الاول في انطلاق السيكولوجيا المعرفيه اوائل الستينات، وكذلك يتجلى ايضا في ظهور باراديغم نسميه باراديغم المعرفي، الذي يتحدد هدفه العلمي في استكشاف خبايا العلبة السوداء، بحيث أصبح موضوع النشاط الذهني موضوعا قابلا للبحث والتقصي، بعدما كانت اتجاهات أخرى تعتبره يعني يندرج ضمن ما يسمى بالميتافيزيقا. ثانيا، الاتجاه الإمبريقي يتمثل في اقتناع مجموعة من الباحثين أن الإنسان يتوفر إنسان سواء في جميع مراحل طفولة شباب وشيخوخة، يتوفر على كفاءات معرفية وأخرى ميتامعرفية تستوجب طبعا المعالجة والتوظيف يعني بالشكل الملائم. أما الجانب الثالث يتلخص في أن الكفاءات المعرفية والميتامعرفية أضحت بشكل تشكل العنصر الأساس، بحيث أن الاعتماد عليها أدى إلى فتح آفاق جديدة وخصبة، خاصة في مجال البحث السيكولوجي والفعل التربوي بشكل خاص، خاصة ما يتعلق بالمساعدة المعرفية والعلاج التربوي. ثم كذلك لا بد من الإشارة هنا إلى حقول أخرى كالمعرفية الاجتماعية والتحليل النفسي، خاصة النفسي المعرفي، في محاولة لتطبيق مجموعة من المقاربات والاتجاهات التي ستمكننا كجمعية أو كمشاركين من تكوين تصور عام حول هذا المجال، على أساس أن يتم تعميقه مستقبلا بواسطة البحث والاستقصاء. ومن بين المجالات التي يمكن الاستفادة منها هو التعرف أساسا على طرق اشتغال الذاكرة، على بنية الدماغ وطرق اشتغاله، ثم الاطلاع على اشتغال الذهن من منظورات مختلفة، نذكر منها أساسا المنظور الكلاسيكي، المنظور المعاصر، والمنظور بياجاوي الجدد. معلوم كما يعلم الجميع أن المجتمع أو الإشكاليات المرادي البحث فيها والتقصي فيها يعج بها مجتمعنا، خاصة لما نتحدث عن المجتمع المغربي، وهي تقتضي دراسات عميقة. نذكر على سبيل المثال العنف بشتى أنواعه، بدءا من العنف الرمزي انتهاء بالعنف البدني، سواء في المجال التربوي أو داخل المجتمع. ثم هناك مواضيع سأتطرق لها بعجالة، تعلق الأمر مثلا بثقافة الاختلاف بين الجنسين، المراهقة، الشيخوخة، الطفولة طبعا هو مجال الخصم للبحث السيكولوجي، تعلم وصعوبات التعلم والطرق المعرفية العلاجية، ثم المتابعة والمراقبة والمواكبة لبعض الأمراض المزمنة، نذكر منها السيدة، السكري، السرطان، وآثارها أو انعكاساتها النفسية على مستوى شخصية الفرد. ثم جنوح الأحداث، ولا يفوتنا أن نقوم بين الفينة والأخرى تبعا للمستجدات المرتبطة بالحق التربوي بقراءات سيكولوجية في المناهج والمقررات وزارة التربية الوطنية بمختلف الأسلاك، سواء تعلق الأمر بالسلك الابتدائي أو السلك الإعدادي الثانوي أو السلك الثانوي التأهيلي. خلاصة القول، نريد من هذا المولود الجديد أن يكون منفتحا على المجتمع بكل إشكالياته. من هنا نود أن ينفتح عالم النفس. لما نقول عالم النفس، أعتبر شخصيا أن جميع الأساتذة، أساتذة التربية والتكوين، معنيين بمجال علم النفس على أساس أنهم
يستثمرون ميكانيزماته في الاشتغال اليومي الذي يقومون به. أخيرا أجدد الشكر للأستاذ أستاذنا، طبعا كل الحضور الكريم يعرف الأستاذ غني عن التعريف، هو أستاذنا جميعا وسيظل أستاذنا، ولا شك أن هذا الكتاب سيضيف لنا وسيضيف إلى ما ركمناه من تجربة وخبرة ومعرفية أو تطبيقية، سيضيف لنا زخما أو قيمة مضافة إلى ما ركمناه في هذا المجال، ونشكره على تضحيته وعلى تجشمه عن السفر، وشكرا. إذن سادة الحضور، وأنا قادم إلى مدينة تهلة، وكلما أتيت إليها أحس بأنني ذاهب إلى مكان يعرفني وأعرفه، أستنشق هواءها فأجده يختلف، وإن كان لا يختلف ولكن بالنسبة إلي يختلف عن الهواء الذي أستنشقه في مكان آخر، رائحة ترابها أعرفه، فأنا وإن كنت قد نشأت لمدة سنوات صغيرة قليلة لا تتعدى 3 أو 4 سنوات في تيشفتيباون فوق الزراردة، ولكنني كنت دائم الاتصال بهذه المنطقة، دائم الاتصال بهذه المنطقة، وكان يحز في نفسي وأنا أزور المنطقة التي أنتمي إليها أن أجدها غير مسايرة لمناطق عرفت تقدما كبيرا على جميع المستويات. فاتصلت بالإخوان لكي أحفزهم لتأسيس فرع بتهلة، خاصة وأن هناك فرع بجانبهم بتيسة وآخر بتونات عين ديونة. فالقريب منكم فيه فرع وأنتم الأقرب إلي وليس لديكم فرع. قبل أن أقدم كلمات معدودة سأترككم تشاهدون شريطا حول أنشطة الجمعية لكي تأخذوا فكرة عن هذه الجمعية.